أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لمن يذم العلماء ويقول إن العلماء لا يفتون في بعض الأمور خوفا على مناصبهم أو خوفا من ولاة الأمور، أو أنهم مغيبون أو يغيبون الناس عن قضايا الأمة، وما الحكم في من يقول ذلك؟ هذا ليس بغريب الكلام هذا، الاتصال لقول المنافقين فيما سبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكلب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا غرابة أن يقول هؤلاء في العلماء هذه المقالة، هذا امتداد لقول المنافقين من قبل، ولن يضروا إلا أنفسهم. الذي يقول هذا الكلام لن يضر إلا نفسه ولا يضر الناس شيئا، لكن عليه أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله رحمة بنفسه من الإثم. وأما العلماء فلن يضرهم، بل هذا يرفع في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى.